بينما حتى الآن هنالك محاولات من على صدارة هذا الشوط يلحق الكرام محاولات أيضا من قبل هنالك بينما حتى الآن هنالك محاولات من قبل فعلا أيها السيدات والسادة من يخطف صدارة الشوط تكلم يوسف أنها هي تغلب الكوس الكبار مفضلين ولا شيء عندها يقول لك ما في خطة بحيث أنه بس يبي يمشي اللعب يعني أنا ما أقدر أقول لا تحكينا عن خير الناس بعدين تقول لنا أنا قلت سويت ما أشوف أحد يقدر يشكل عليه خطورة ولا لا يقدر ولا لا يقدر ما عندي مقدمات غير أن قربنا للنهايات ونبغي نستمتع في كل لحظات السباقات اللي أولها محسوم للطارق بدون كلام. لا بكل ريحية الطارق قبل الشوط بكل ريحية فارق بعيد وهالشيء أكيد في ظل وجود هالمشاركين 100% محسوم للطارق تعرف شو بسألك؟ لا خمن طارق وجه الأردن والسار عليه كان بالوسار فاستكراج كان ليش سحبت والسار؟ والسار سخن على الناس وما قدر ياكل وارتفعت حرارته اوكي انا كنت ابوي يركض مسكين مصادقك؟ والله انا كان توقع ان بولسار يركض افضل من الطارق ما يأدي شيء قدام الطارق، الطارق مستواه اعلى بكثير من بولسار. Gates open, they are off and racing. انطلق الشوط الاول ايها السيدات والساده ايها المتابعون الكرام من مسافه ال 2000 متر، الشوط المخصص للجياده اللوكل، انتاج محلي لعمر 3 سنوات فقط لا غير بانطلاقه 3 من الجهات بانطلاقه واعد هو الذي يتصدر السباق من البدايه، يلحق به ثانيا الطارق مع الفارس حسين مكي، بينما ثالثا يتواجد راعد مع الفارس اندرو إليت. اذا نعود الى الصدارة والمركز الأول مع واعد سلالة أنجل فوج وولها على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا المرشح الأول الطارق مع الفارس حسين مكي، الطارق سلالة رقاص وبيرشن بول، بينما ثالثا يتواجد هنالك راعد سلالة بلو سارد وعنقودية. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول، السباق طالع بطيء جدا جدا جدا. اذا حتى الان الصداره مع واعد، عبد الله فيصل على صداره هذا الشوط مع الفارس مع الجواد واعد. اذا حتى الان واعد على صداره هذا الشوط، الحائز على المركز الرابع في اخر مشاركاته في نفس هذه المسافه في نهايه شهر فبراير خلف بولسار. المركز الثاني هنالك لدينا ايضا راعد المرشح الثاني في هذا الشوط، الحائز على المركز الثاني في آخر مشاركاته أيضا في نفس هذه المسافة في طبعا خلف بولسار، بينما ثالثا هنالك الطارق المرشح الأبرز والأقوى في هذا الشوط، الفاز في آخر مشاركاته في مسافة الميل بفارق 5 أطوال. إذا نعود إلى صدارة والمركز الأول مع واعد، عبد الله فيصل على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا المرشح الأول الطارق مع الفارس حسين مكي. إذا 3 جياد على موقع موقع واحد. واعد من جانب الزياد ومن وسط الزياد الطارق، ومن الجانب الاخر هنالك راعد. هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه. هنا انطلاقه المرشح الاول الطارق الذي بدا في الانطلاق والاندفاع، بينما محاولات ايضا من قبل راعد مع الفارس اندرو اليد. اذا هنا الطارق ينطلق انطلاق موفق على صداره هذا الشوط. عبد الله فوزي ناس بشعار عبد الله فوزي ناس على صداره هذا الشوط. هنا الطارق المرشح الابرز والاقوى بفارق 3 اطوال عن المرشح الثاني راعد. اذا الطارق هو بطل الشوط الافتتاحي. الطارق المركز الاول، المركز الثاني راعد. كان تمرين للطارق اليوم كأنه نفس الأيام العادية اللي يتمرن هي الخيل. وحتى الشوط الثاني شوط شبيه. طبعاً فهالشوط في أحد ممكن يتفوق على ريادة؟ من راب المستحيلات. هذه الملكة في المسافة والملكة في حتى بالوزن العالي ما عندها أي مشكلة، بتواصل انتصاراتها. حتى لو شفنا في الشوط المرشحين الثانيين مثل يعود وصعوب، أو حتى غير المرشحين مثل محايدة وعنتر، صعب شوي نقول إن الشوط غير محسوم. أنا ما أعرف ليش أنت مصر يعني ما تدري تقدرون تغلبون الرياضة. أقدر عشان انقلبنا اليوم. عنده طموح. طموحه زين. طيب إذا من هالسن وهنا الطموح إن شاء الله بيصير قدام زين يعني. إن شاء الله. ما في شيء بعيد. نعم. ما في شيء بعيد، بس إحنا شوي واقعيين. صح ريادة شايلة 62 أعلى وزن والباقي 54 وأقل، لكن على كلام جيمس وتذكرون قال إن حتى مع الوزن ما راح تتأثر. رياضة عندهم ما يعود. أيضا يعود صار لكم فترة تحنون عليه، يعود ما بي جاري رياضة. لا والله زين، كان أنا كان مصاب أو في مشكلة، الحين صار زين. لا بس شفناه من عقب إصابته أكثر من شوط ما قدم. ما كان جاهز. يروف اند ريسنج انطلق الشوط الثاني ايها المتابعون الكرام، ايها السيدات والساده، على كاس البورش بمشاركه 8 من الجياد اللوكال انتاج محلي بانطلاقه المرشحه الاولى رياده مع الفارس اندرو اليد. المركز الثاني يتواجد هنالك صعوب مع الفارس ابراهيم نادر. يعود ياتينا في المركز الثالث، بينما كونفيرما فريند في المركز الرابع، محايده في المركز الخامس، بينما سادسا هنالك ستيفي جي وعنتر في المركز السابع والمركز الثامن شرود. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع الريادة الغدارة، انطلقت على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنالك صعوب مع الفارس إبراهيم نادر، بينما ثالثا يتواجد يعود مع الفارس عدنان جعفر. إذا الصدارة حتى الآن مع الريادة بوكربي وتليدة على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنالك محاولات أيضا من قبل محايدة، والمركز الثالث هنالك يعود. فعلا أيها السيدات والسادة ريادة هي من تختم صدارة الشوط الأول على كاس. الفرس زينة نفس ما قلت لك، ما شاء الله عليها، نفس أبوها وأمها، كانت أبوها وأمها نفس الطريقة، سريعين في المسافة، ونفس ما توقعنا أن صعوب ما بتكون في المستوى نفس الخيل الموجودة. فريادة ما شاء الله عليها فرس زينة ويستاهل الشيخ عبد الله. أثبتت أن الوزن الثقيل ما يأثر عليها، وغلبت بكل أريحية، وأثبتت اسمها في المضمار البحريني أن هي بطلة من أبطال الإنتاج. صعب خسارتها وهزيمتها، وهي من الخيل النادرة اللي ما يتأثرون وما نشوفهم يتراجعون لما يحملون وزن، وما في شيء ثاني ينقال. What can we say about Rayada? She's the great. She's the greatest. That's what you should talk about. The greatest, no? Tell me. New things about Rayada. Everything we know. Nothing new. Nothing new. She's good. الصقلاوية 1733. نعم. اليوم؟ إن شاء الله. وهي المرشحة الأولى، ومعها المرشح الثاني كريان 1706 مع يوسف طاهر، وكروشان 1710 مع جعفر مرزوق. عزوز غششني سؤال. زين. لك. قول لي. اوكي؟ ايه. يقول لك الصقلاوية اليوم بتفوز ولا لا؟ والله فرس طيبة. وخيري طيبه بعد، ترى لا تنسين عندك حصان جعفر زين كروشان، عرفتي؟ مقدم، الحصان قوي ما يستهان به. الحصان زين ان شاء الله ليك. عندي انا كريان حصان طيب، وكحلان صقلاوي وايد زين. الفرصه اللي بيطبق الخطه صح، يعني عندك انت الصقلاويه وعندك كروشان وعندك كريان، هاي افضل خيل داخل. ممكن تصير مفاجاه من خيل الن ما ادري، بس انه هاي الافضل الثلاثه. فمثل ما قلت انا عندي. شفت ابوك ما جوابنا، ما قال لنا بتفوز ولا لا. عندك يعني الوزن ما في اختلاف، شيء بسيط. بس تذكر يوسف بعدين قال انت قلت لي انها هي ممكن تفوز في كؤوس، لها تشانس ان هي تفوز في يوم كاس جلاله الملك، فمفروض ان ذي الشوط المفروض، بس لا ما في شيء ايزي. لا المفروض يعني اذا هو تكلم يوسف ان هي تغلب الكوس الكبار المفروض يلين ولا شيء. لا ما في شيء ايزي، لان نفس ما 3 ايام الفرس ما اشتغلت، حكم الامطار والتراك كان 3 ايام تقريبا. وين البرج ما شفناها؟ قالوا الموسم الجاي مو بهالموسم. اوكي. فيعني هذه شويه عندنا يعني شوي عائق، بس لكن ان شاء الله. بتراويني شيء عقب الشوط؟ الله يعلم ان شاء الله شوفنا. اوكي. يورو فان ريسينج انطلق شوط الثالث، شوط الجيادة العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو، طبعا على كاش فرون بمشاركة 8 من الجيادة العربية الأصيلة، بانطلاقة الجلابي 1656 مع الفارس المتمرن إبراهيم نادر، يلحق به ثانيا عبيان 1702 مع الفارس عبد الرحيم جاسم. المركز الثالث هنالك أيضا لدينا بلوشان 1723، هنا تغيرت الصدارة الآن لمصلحة بلولشان 1723 خطوة بخطوة مع الجلابي 1656، بينما المركز الثالث يتواجد المرشح الثالث كروشان 1710 مع الفارس أندرو إليت، والمركز الرابع هنالك عبيان 1702 مع عبد الرحيم جاسم، بينما خامسا تتواجد المرشحة الأولى الصقلاوية الفائزة في آخر مشاركاتها، بينما المركز السادس هنالك أيضا كريان 1706 مع أنس السيابي. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة الآن مع بلولشان 1723، بينما انطلقت المرشحة الأولى 1733 الصقلاوية مع الفارس عبدالله فيصل. المركز الثاني هنالك المرشح الثاني كريان 1706 مع أنس السيابي، إذا الصدارة مع فارس عبدالله فيصل. الصقلاوية 1733، محاولات من قبل المرشح الثاني والمرشح الثالث، لكن الصدارة مع المرشحة الأولى الصقلاوي إلى كاشفرون مع الفارس عبدالله فيصل. المركز الثاني كروشان، المركز الثالث كريان، بينما المركز الرابع حاصرك. اوردر غلط؟ لا لا أفضل. أداء غلط؟ فرس أفضل. والله أنا توقعت تكون منافسة بين الصقلاوية وكريان، بس الصراحة الصقلاوية قدمت مستوى جدا عالي وفرص لها مستقبلية. هذه مثل ما قال لك يوسف، إذا تذكرين في آخر مقابلة لها قال لك هذه بتكون إن شاء الله واحدة من الخيل اللي تنافس على كأس الملك إن شاء الله السنة الجاية. الحين النص اقتنعت أحس. بالضبط، إي بالضبط. يعني هي ركضت أول شوط غلبت، ثاني شوط كانت السيدة ما تحب السيدة الفرس خسرت، ثالث شوط غلبت، رابع شوط غلبت، فمعناته فرس إن شاء الله بتكون من الخيل الزينة. ريتورت، بس المنافسه بين غود نيوز ويا مشارف. وهالشوط بدون مرشحين من 0 ل 75. قلنا بنشوف سنيك ايجل اليوم. ايجل السنه الجايه. ليش ما شفناه في الشوط؟ سوينا له اوف سيزون خلاص. تعبان. لا خلاص بعد كفى ووفى الحمد لله. كفى ووفى. يخوف من لزام. لزام ما تخرع الصراحه ما تخرع. لا هو يخاف منها. ولزام بعد لها جود تشانس يعني. يحتاج نقول شيء يعني غير ان الريتورت المركز الاول؟ لا تقدرين. شنو اقدر اقول؟ انا اتوقع اليوم جود نيوز. إيه؟ اتوقع. اي ممكن. يعني هذه اذا خلوا على راحته يمشي قدام اتوقع انه خطير. يصير جود نيوز. جود نيوز انا اتوقع انه يفاجئ يعني الجميع. جود نيوز يفاجئ الجميع عادي. انطلق الشوط الرابع على كاس مركز البحرين للمجوهرات من مسافه 2400 متر بانطلاقه 6 من الجياد اللوكال انتاج محلي هانديكاب من 0 الى 75 بانطلاقه عسير هي التي تتصدر سباق من البدايه، تلحق به ثانيا لزام مع الفارس انس السيابي، فرديه في المركز الثالث مع الفارس عبد الرحيم جاسم، بينما المركز الرابع هنالك غود نيوز، والمركز الخامس مشارف، والمركز السادس هنالك ريتورت. هنا تخطف الصدارة من قبل غود نيوز مع الفارس احمد اكبر. عسير تاتينا في المركز الثاني، بينما فرديه في المركز الثالث، والمركز الرابع لزام مع انس السيابي، والمركز الخامس هنالك مشارف مع اندرو اليد وريتورت حتى الان في اخر الجياد. اذا نعود الى الصدارة والمركز الاول مع غود نيوز سلالة يان كورمان على صدارة هذا الشوط مع الفارس أحمد أكبر، تلحق به ثانيا هنالك عسير مع الفارس عدنان جعفر، بينما المركز الثالث تتواجد هنالك فردية مع عبد الرحيم جاسم، لزام في المركز الرابع، والمركز الخامس مشارف بمحاذاة السياج والريتورت في آخر الجياد. إذا نعود إلى المركز الأول والصدارة حتى الآن مع الفارس أحمد أكبر. غود نيوز على صدارة هذا الشوط بشعار الإمن ريسينج. المركز الثاني هنالك عسير بشعار محمد المشقاب، تنطلق على المركز الثاني، لزام في المركز الثالث، فرديه رابعا، والمركز الخامس هنالك التقدم من ريتورت مع الفارسه روزي جيسب، ومشارف تتراجع الى اخر الجياد. اذا ها هي الجياد الان تمر من مسافه 1000 متر، ولا تزال الصداره الان مع غود نيوز احمد اكبر. المركز الثاني هنالك لزام مع انس السيابي، المركز الثالث هنالك التدخل تاتينا من قبل عسير، هنا بينما الريتورت في المركز الرابع، والمركز الخامس هنالك فرديه مشارف في المركز السادس. هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، 600 متر ما تبقى من السباق. ايها المتابعون الكرام، لا تزال الصداره مع غود نيوز احمد اكبر على صداره هذا الشوط، محاولات من قبل لزام من وسط الجياد مع انس السيابي، وايضا محاولات من قبل مشارف من وسط الجياد. حتى الآن الصدارة مع أحمد أكبر الذي يبحث عن أول انتصاراته، محاولات من قبل أيضا مشارف من وسط الجياد، ومن الجانب الآخر هنالك ريتور. فعلا أيها السيدات والسادة، أحمد أكبر على صدارة هذا الشوط بدء الانطلاقة وحتى خط النهاية. إذا غود نيوز إلى المركز الأول، وعلى صدارة هذا الشوط مشارف في المركز الثاني. أحب لما نشوف الشوط مفاجأة لكنها في نفس الوقت مفاجأة متوقعة. كنت أقول إنه ريتورت أوكي، بس كان في آراء تقول إنه لا، لو غود نيوز خلوه في المقدمة على راحته ممكن جدا إنه ياخذ الشوط. هو صح، غود نيوز دائما لما يفوز سباقاته كله قدام، بس الشوط كان مختلف، في بعض الخير راحوا قدام. شفت حدود 200 متر رايحين ومسوين شوط بطيء، فاني سويت من 2000 متر بديت اروح قدام وسويت بيس حق غود نيوز اللي يبي، ورحت قدام جرب 1000 متر حسيت انه يو جرب عني، فمن 1000 متر بديت امشي حصاني وان شاء الله ما شاء الله عليه وغلب ايزي. احمد اكبر عنده خبره وما شاء الله عليه قدير. الين قال لي اوردر، قال لي شوف اذا هاي تعرف الحصان يحب القدام وتشوف طريقه تشوف الشوط. بس انت قبل الشوط كنت تقول ان الريتورت المفروض يفوز. اي نعم نعم، كلاس ريتورت افضل مني. عن شو اللي صار يا ريتورت؟ الوزن 62 كيلو، فصعبه على اي حصان في هالمسافه 2004. يمكن الوزن يمكن الشوط ما كان في صالحه، لأن ساعات الخيل مرشح بس يوم السباق شيء ثاني. ولعبة الوزن في السباقات بروحها شيء ثاني. في شوط كل الجيات شفناها تسابق ما عدا برنس إلزام، وهو الحصان الضيف واللي اتفق عليه الكل أنه الأقرب للفوز رغم وجود سمر وستة آخرين. وبين هالمشاركين كنت أبغي أسأل عن فايف انجل. لا اليوم إن شاء الله يكون بيقدم زين الحصان، أنا على تمرينه المفروض، وثاني طبعا حصان ثاني أركاض له، يعني للحين الحصان أتوقع ما تعقلم على الوضعية، خبرين هو جاي متأخر. والله ممكن ومو غريب عليه، لأنه خاصة راكض هذه المسافة وراكض أبعد من هذه المسافة، فأعتقد يعني بإمكانه، يعني الخيل كلها متقارب مستواها في ذا الشوط. حصان راح رن، حصان صغير، يعني جاء في مركز متأخر شوي، فيمكن يستفيد من الريس اللي طافه، يمكن يتطور. بس يوسف بعد يقول في أفضل منه، اللي هما خيل المحمدية اللي هو رقم واحد، والفرس ابراهيم العفو، فرس طيبه هي المفروض تغلب الشوط، هي افضلهم كلهم. سمر بالرسوم ركضت بمستوى طيب في مسافه ال1000 وال1200، بس اعتقد اليوم جواد المحمديه الجديد برنس الزام اول مره الجو شوي، الجو بعد ما يساعد، ارضيه فاست جراوند اليوم، ما ادري اول مره، ان شاء الله يحب الارضيه، يوزن مسافه ما عنده مشكله، نو سكيلز. لكن يمكن سمر عندها عذر؟ هل سمر بلازم بتتحمل هذه المسافة 1400 ولا لا؟ لروفان ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس نادي راشد للفروسيه، وسباق الخيل انطلاقه بطيئه لسمر بلوسوم من البدايه، بينما انطلاقه سريعه لبرنس الزام على صداره هذا الشوط الذي يشارك اول مشاركاته، بينما تخطف الصداره في هذه الاونه من قبل وورد اوردر مع عبد الرحيم جاسم يلحق به ثانيا، هنالك ايضا برنس الزام بمحاذاه السياج، المركز الثالث تتواجد بون فيرت مع اندرو الير، بينما رابعا هنالك بارتل هول، والمركز الخامس سمر بلوسوم، فايف انجل في المركز السادس، ودركاش في المركز السابع، وتاخر لاورينتال سي في المركز الثامن. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول مع عبد الرحيم جاسم، وورد اوردر على صداره هذا الشو، بون فيرد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد برنس الزام مع شعار المحمديه ريتنج، والمركز الرابع ايضا سمر بلوسوم، بارتل هول في المركز الخامس. شوف معاي هنا انطلاق ووردولر، بينما انطلق هنالك ايضا محاولات من قبل بون فيرد على صداره هذا الشو، ومحاولات ايضا من قبل برنس الزام من جانب السياج، ومن الجانب الاخر هنالك انطلاقه ايضا سامر بلوسوم. اذا الصداره مع ايضا بون فيرد، اندرو اديت على صداره هذا الشو، محاولات ايضا من قبل برنس الزام، ومن وسط الجال هنالك ايضا انطلاقه فايف انجل. يعني ايها المتابعون الكرام، هنا بون فيرد من تخطف صداره الشوط الخامس. أكيد مفاجأة إذا تبي تقارنها بالفرس سمر بلوسم لو برنس إلزام. فوز أول للمدرب رمزي البقلاوة، وحلو الانتصار قبل ما يكمل الموسم، وحلوة المفاجآت. اليوم شوط غير متوقع. لا أنا متوقع. شلون؟ فرس مال لزام يمكن سمر يمكن لا شوف الفرق في الموضوع هذا حاس بالوزن. انا شايل عن الخيل سمر بلود بالحصان رقم واحد 10 كيلو، فانا شايل 54، الخيل اللي فوق شايلين 64 62، فالوزن وزن خدمني في نفس الوقت يعني، والخطه اللي مشيت معها مع الفارس كانت مضبوطه الحمد لله، وربي وفقنا والحمد لله. فرس طيبه وعندها مستوى زين. بس اللي ابهرني بعد فايف انجل، حصان متمكن واضح كان علينا يبغي مسافة أطول. وبرنس إلزام الأرضية ما ناسبته ولا؟ حصان برنس إلزام أحس انظلم في مجريات الشوط لسبب حصل له مضايقات في الريل. بس لو رجعنا للسباق وشفنا برنس إلزام أتوقع أنه كان عنده مجال أنه يتقدم، بس بونت فرانت مع أندرو أفرضت نفسها تقريباً من بداية السباق. أما سمر فهي مو من الخيل النادرة اللي ما تتأثر بالوزن، وبعد هي واحد من الاثنين، يعني يا بتكون مسافة يا بيكون وزن. الشوط السادس، واعتقد ما حد عنده عذر، خصوصا بحيث ان الشوط محصور لم تفز ولم تحرز المركز الثاني، فيعني اكيد بيكون مستوى الخيل متقارب والكل له فرصه انه يفوز. بما ان الشوط هانديكاب والخيل متقاربه مثل ما قال يوسف، اعتقد لازم نسأله عن كهرب، خصوصا بعد قصته الاخيره مع عدنان. آخر سباق شوية تأخر في الستارتنج جيت، طلع شوية وايد متأخر. إن شاء الله اليوم استعنا بحسين مكي إن شاء الله وعطيناه تعليمات، إن شاء الله يؤدي سباق جيد إن شاء الله، والمسافة بتكون مناسبة له يعني. نتائج بس آخر ثلاثة ريسات الحصان متراجع جدا. وغير كهرب يمكن نحاوز شوي حق الحصان فينس فيرست، حصان عنده كلاس، حصان راح المسافات 1000 متر مو مسافته، يمكن بحيث انه كان يمكن ألن يجهزه حق هذا الشوط. يمكن توقع البعينين صح، خصوصا ان تصنيفه نزل من 96 ل 79، بس بعد الجمهور يقول حصان خبرته كبيره يعني، بس اعتقد الحصان اكسباير، ما اعتقد انه ادي اي شيء في هاي الشوط. راح المسافه مو مسافته 1000 متر، حصان ما يجيد المسافه 1000 متر، يجيد 1400 وال1600، فأنا أتوقع 100% ذي الحصان راح 1000 متر حق تجهيز 3 سباقات وحق اليوم. اليوم بتشوفه خطير الحصان. لكن محمد سعيد شكله ناوي على مفاجأة مع كينج اوف نيبال. نتمنى يعني، لأن ذاك السبوع ركض واجد زين يعني، بس إنه عامل اللياقة شوي خانة، بس هالسبوع واجد أخف من الأسبوع اللي راح، فأتوقع أنه بيركض زين يعني إن شاء الله. تكون النتائج جاهزة لروف اند ريسنج. انطلق الشوط السادس أيها السيدات والسادة على كأس ماركة البحرين للمجوهرات بعد انسحاب الجواد بورن تو بوم من قبل حكم السباق. إذا الصدارة الآن مع الجواد، لدينا روك ويف على صدارة هذا الشوط مع الفارس عبد الرحيم جاسم، يلحق به ثانيا تريكوف ديلاي مع ريتشارد مولن، بينما ثالثا يتواجد هنالك فينس فيرس مع روزي جيسب. سبرينغ اوفنسيف في المركز الرابع، دايمون واين ياتينا رابعا، بينما المركز الخامس هنالك كينج اوف نيبال، والمركز السادس هنالك ايضا لدينا او سيم كواليتي، والمركز السادس ايضا لدينا هنالك ايضا كهرب. نعود الى الصداره والمركز الاول مع روك ويف بشعار الاصفر والاسود. المركز الثاني هنالك ايضا لدينا 3 جيات في موقع واحد، ريك اوف ديلاي، دايمون واين، وايضا سبرينغ اوفنسيف. هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، 400 متر ما تبقى من السباق ولا تزال الصداره مع روكوي، بينما انطلاقه تريكوف ديلاي من وسط الجهاد انطلاقه موفقه لتريكوف ديلاي مع ريتشارد مولين، ومحاولات ايضا من قبل سبرينغ اوفنسيف مع الفارس عبد الله فيصل واوسم كواليتي، لكن تريكوف ديلاي مع ريتشارد مولين على صداره هذا الشوط بشعار يا ردو سندكي لمصلحه عبد الله كويتي. اذا تريكوف ديلاي بطل الشوط السادس، سبرينغ اوفنسيف في المركز الثاني. الحصان غير مو محظوظ يعني، كل مره تصير مشكله، مره يطلقوا عليه، مره يشد الجوكي، وخشيته من ذيك المره حقني. انا اتوقع الجوكي يعني، الجوكي ما شاء الله ريتشارد مولن جوكي من خيره الفرسان الموجودين يعني، يمكن اتوقع طبق الاوردر مال عبد الله الكويتي وما شاء الله مشى وياه من غير لا حد يضايقه، خلى على ما هو على راحته وسيده طلع. Up the straight, the other horse came to me and Abdullah came past me, and my horse had to really dig deep and he battled strong. You know, he's a very tough horse, genuine. He looked amazing today. يعني المستوى كان ممتاز وقيادة جدا رائعة من ريتشارد مولن بدون ولا أخطاء، ما عدا يعني اللي ساعد العوامل الاشتباك بعد كانت كلها في صالحه، تأخر الحصان كهرب، بس ما شاء الله يعني كهرب مستوى جدا تطور، شفناه ورجع. نفس ما قلت، هاي السباق كذي يعني، ساعات الحظ ما يخدمك يعني، شوف يعني الحظ ما خدمنا، لكن الحمد لله أدى سباق طيب وراضيين عن أدائه. وقلنا محمد السعيد يمكن يفاجئنا مع كينج اوف نيبال، لكن كويشن مارك كبيرة يعني، الحصان راح رن السباق اللي طاف، توقعنا هذا الشوط راح يقدم مستوى جدا ممتاز، بس ما شفنا منه يعني اللي كنا احنا نتوقع انه يقدمه كينج اوف نيبال. وبعيد عن فوز تريكوف ديلاي وعن اداء كهرب وعن كينج اوف نيبال، نبي نعرف ليش بورن تو بوم ما انطلق. هذا نصيبي، هذا حظي. الحصان يمكن بروم تو بوم يعني دش البوكس، هذا شيء طبيعي. الحصان شب شبه واحده وسكره جاسي ذا الدكتور، والمفروض ذا الحصان يعني معروف يدش اخر حصان. يوم جينا من دش في الستارتنج جيت دخلوني، كان في حصان وراي ينتظر، قلت لهم شباب يعني المفروض هذا اخر واحد الحصان، قالوا لي ما عليك انت دش. ما ادري ليش دخلوه قبل راسين ثلاثه. الحصان يعني عنده نفرز، طبيعته نفرز في البوكس. بس كان ريتشارد مولن راكب حصان اللي هو عبدالله كويتي، ماخرينه ليش ماخرينه؟ الحصان ما يسوي شيء. رجعوا للاشرطه، رجعوا لسباقاته، هذا الحصان يدش في بوابات الانطلاق ما يسوي اي مشكله، ليش؟ على اساس انه جوكي جديد خايفين عليه يعني. هو الافضل من هالجياد يعني، بس الحصان عنده مشكله في الستارتنج جيت. والمقصود لايك ذا لوك بتصنيف 87 في شوط هانديكاب من 0 ل 90 وبمشاركه 11 اخرين. كنا بنسال عنه جابر، بس جابر الظاهر في باله بوابات الانطلاق، وقلنا فرصة نسأل علي الأنصاري اللي أخيراً شفناه. اليوم أنا صراحة توقعاتي الخطورة بتكون والترشيحاتي بين جوادين، بين بنك ونورثن ثندر. المفروض يعني على مستوى اللي قدم نورثن ثندر، بس ولكن مو محظوظ الحصان. إن شاء الله في هالشوط إن شاء الله يكون له الحظ الأقوى. يعني أنا أتوقع أنه مظلوم، مفروض كان يفوز من زمان. حصان يملك مستوى قوي، حصان يعني شفناه مع أفضل من هالجياد، شارك ونافس، بس ما الحظ ما سمح له إنه يفوز يعني. يعني أنت تحس من اللي راح يسبب عليك الخطورة اليوم؟ المفروض ما حد، ما أشوف أحد يقدر يشكل عليه خطورة. ولا لا يقدر؟ ولا لا يقدر، ولا واحد ما أعتقد. يعني أنتم واثقين اليوم؟ واثقين منه. شو اللي يخليكم اليوم واثقين؟ جهوزية الحصان، نفسية الحصان. ودام الأنصاري واثق بنتابع نورثن ثندر في الشوط. روف اند ريسنج انطلق الشوط السابع، والمتابعون الكرام من مسافة 1200 متر بمشاركة 12 من الجياد المستوردة ثيربريد بانطلاقة نبراس باونتي ينطلق على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا نورثن ثندر مع أنس السيابي، بينما المركز الثالث يتواجد برنس بونير بمحاذاة السياج، بالي أوربان بالمركز الرابع. هنا تغيرت الصدارة الآن لمصلحة ميستيريوسو على صدارة هذا الشوط مع الفارسة روزي جيسب. المركز الثاني نبراس باونتي، بينما ثالثا هنالك فورا دوبلمان. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، 600 متر ما تبقى من السباق، ولا تزال الصدارة مع نبراس باونتي. ريتشارد مولن على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثاني هنالك برنس بونير، بينما حتى الآن هنالك محاولات من قبل الجواد نورثن ثندر الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع. لا تزال الصدارة هنا الآن مع نبراس باونتي، هنالك برنس بونير ينطلق. أيها المتابعون الكرام، محاولات أيضا من قبل، هنالك أيضا لدينا برنس بونير، لكن الصدارة حتى الآن مع نبراس باونتي. فعلا أيها السيدات والسادة، نبراس باونتي من يخطف صدارة. أنا والله صراحة يعني ما كنت يعني متوقع أنه بيفوز، بس متوقع أنه الحصان بيركض زين. وتستمر المفاجآت وتستمر انتصارات ريتشارد مولن. اليوم طبعا الفارس ريتشارد مولن قاد قياده جدا موفقه، يعني عقب ما طاف الجواد اللي هو برنس بونير مع عبدالله فيصل رده جدد الحصان وقدر يتغلب، قدر يتغلب في الشوط. I thought he was tough and I thought you know I was kind of expecting I kind of had it very easy. I went to the front and I was able to fill my horse up, which is always important, trying to fill their lungs up and save as much as you can. And even when I could hear horses coming to me, I was quite keen on just sitting and waiting for us that one kick. وجعفر مرزوق وتألق مع اقتراب الموسم من الانتهاء، وخسارة اني ما كنت موجودة في مثل هاللحظات. لا يعني احنا خيلنا اول موسم كان حتى في نص الموسم كان عندهم مشاكل، بس ما حد يدري يعني ما كانوا يركبونهم جوكية، ما نحصل جوكية زين، كم مرة اتصل بجوكية زين ما كانوا يركبون. شفت اخر سبع اللي قبل ذي الحصان خسر من فرق انه جوكي مو علينا، هالمره جوكي مستوى على الحصان سوى فرق يعني. ونرجع للانصاري لان اظن عقب هالثقه في شيء مفقود. الاوردر صار خطا مو من الجوكي. شنو اللي انا اتحمل مدرب؟ شنو كان الاوردر المفروض؟ المفروض الاوردر هو ماسك ثاني ثالث ويخش الحصان لاخر 200 متر، بس للاسف انا ادري الحصان ذيك المره جربناه يحب يكون قدام، لو مخليني قدام كان الامور غير. ولايك ذلوك الحمد لله واخيرا انطلق، بس هذا السباق اسوأ سباق الجواد لايك ذلوك في البحرين. وما اعرف اذا تتفقون ولا لا، بس اداءه في هالشوط وموقعه شبه ياكد هالكلام، خصوصا عقب انتظار وانتظار عن انه هل بيدخل البوابه ولا لا، بس هالمره اللي ما دخل الحصان المرشح سكرج وهو منشد، ومرة ثانية مع أسامة هاشم. أول مرة يسويها إحنا تفاجأنا يعني. أشوف ساندي ماس مقدم يعني موسم ممتاز وله حضور مميز. وهو المرشح الأول مع عبدالله فيصل، والثاني موالي مع ابراهيم نادر، أما المرشح الثالث فهو نيو كلاسيكال و8 آخرين بعد انسحاب ساجد. To have two winners before that was obviously giving me a lot of confidence. واليوم الظاهر يوم ريتشارد، فبنسأل عن هابي كول. يعني ريتشارد مولن اليوم ابدع صراحه، يعني فوق كذا جواد، ركض شوطين وفاز. بس هابي كول اشوف المسافه يمكن شوي، اول مره يروح 1008 هالموسم، اشوف 1006 1004 راكض، فاتوقع يعني ما راح يشكل خطوره عليهم في الشوط. بس المسافه مناسبه لسان ديماس، لكن والاوزان اكيد تلعب دور، يعني خاصه الحصان موالي من اول سباق له، قدم سباق يعني ما شاء الله يعني ايزي وين، واليوم 53 وسن ديماس 61، هذه يعني بحد ذاته ينحسب له يعني، فان شاء الله يعني ان شاء الله انه ما يكون عائق ال 61، وبقيه الخيل لها بعد اكيد فرصه. كذلك الجواد موالي شارك في اول مشاركه الاسبوع اللي فات، وقوده الحين الفارس ابراهيم نادر، هذا الاختبار الحقيقي للجواد موالي، وايضا فرصه حق الفارس ابراهيم نادر انه يثبت مستواه، انه يشارك مع الفرسان الكبار. اتمنى الموفقيه ان شاء الله. جيتس اوبن ليروف اند ريسنج، انطلق الشوط الثامن والاخير على كاس البورش بمشاركه 10 من الجياد المستورده ثيربريد بانطلاقه سكادا، من يتصدر السباق من البدايه، يلحق به ثانيا جيت واي مع الفارس روزي جيسب، فضاء في المركز الثالث، بينما رابعا يتواجد هابي كول، والمركز الخامس هنالك موالي المرشح الثاني في هذا السباق، والمركز السادس لدينا اكويفالين، بينما سابعا يتواجد المرشح الأول سان ديماس مع الفارس عبد الله فيصل، والمركز الثامن هنالك نيو كلاسيكال، والمركز التاسع فوجيرا بريج وشي سيديس حتى الآن في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة، والمركز الأول مع سكادا صلاح عيسى على صدارة هذا الشوط، المركز الثاني هنالك انطلاقة جيت واي مع الفارس روزي جيسب، فضاء في المركز الثالث، بينما رابعا هنالك هابي كول، والمركز الخامس لدينا الجواد ساندي الخماس المرشح والفائز في آخر مشاركاته في نفسه في مسافة 1800 متر. موالي في المركز السادس من الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية 600 متر ما تبقى من السباق، ولا تزال الصدارة مع سكادا صلاح عيسى على صدارة هذا الشو. المركز الثاني هنالك انطلاقة جيت واي مع الفارسة روزي جيسب، والمركز الثالث هنالك أيضا لدينا المرشح الأول ساندي ماس الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع. لا تزال الصدارة مع سكادا صلاح عيسى على صدارة هذا الشو، محاولات أيضا من قبل جيت واي وأيضا ساندي ماس وهابي كول. فعلا أيها المتابعون الكرام سكادا على صدارة هذا الشو، بينما انطلاقة المرشح الأول في آخر أمتار ينطلق انطلاق موفق وجيت واي، لكن ساندي ماس إلى ثامن أشواط الأمسية. المركز الثاني جيت واي. فوز متوقع لساندي ماس وانتصار ثاني للبعينين وعبد الله فيصل، بس اللي ما كان متوقع انا من 1004 انصدمت في سرعه الشوط، فمن ال 1200 قلت خلاص لازم الحق يعني، فصار بعد شوي في صالحي ان الاول اثنين اللي سووا بالشوط سريع اللي هو جيتوي مع السكاده تعبوا في النهايه وقدرت افوز عليهم. الفارس ابدع فوقه، تايمينج ماله صح والله، هو تقريبا في 600 قلت يمكن صعب اصيدهم لان شفتهم كانوا بعاد عني، بس اخر 300 متر خلاص وثقت يعني اني بفوز. بس لو رجعنا للشوط وحطينا بالنا على موالي بنشوف تاخر وايد، تاخر يعني تشوف الجاب اللي كان بينه وبين سكاده تقريبا 10 طول ولا 12 طول، فصعب انه يجي الحصاني. كان لازم اقدم من قبل الكسره، ولو بلاحظ الشوط انه ضايقني اللي هو الفارس مال سامي اللي هو اللي راكب ريتشارد، ضايقني ضربني، كان المفروض اقدم وما قدرت اني اقدم. فلو بنلاحظ صدي باس قدم من قبل الكسره انطلق، فانا ما حصل شانس اني اقدم. انتظر زياده شوي، يمكن انه قاعد ويا الخيل الزينه اوكي، بس واجد تاخر يعني 12 طول مو سهله. لا الاوردر بالي كان قاعد محل هذا هو، بس انه اختلف شوي البيس، انه صار لو بنلاحظ الخيل واجد راحوا قدام في 4 ترس راحوا قدام. بس اللي راح قدام وسوى البيس هو سكادا لنفس الاسطبل. اليوم كان هو ورقه تكتيكيه، كان اليوم حق الجواد الاخر اللي هو موالي، بس ابهرنا اليوم على المركز الثالث يعني. لا هو ما كان صلاح ينتظر موالي، صلاح كان مسوي ريس بروحه ما له شغل في موالي. الحصان يعني هو ستايل ماله انه يروح قدام، يعني ما كان انه خطه، وكان محمد سعيد يدري عن الحصان انه زين. طبعا شفنا الجواد سكادا قدم سباق جدا رائع، ولو ان احس ان سيد صلاح على خط النهايه تعب فاخر 100 متر اي تعب، بس انا قلت له خلوني بروحي بوصل، وحتى قلت له المدرب محمد سعيد قال لي وين مكانك يوم الخميس؟ قلت له ثالث، ويا ثالث يعني. خلصنا، بس قبل الختام احنا على النهايات فنبي نرجع نفتح الابواب مره ثانيه. قلت لي انا لاخر شيء بقول لك كل شيء بس صبري، اكوني صبرت وصلنا ان شاء الله الحين باقي لنا كم اسبوع ونخلص. قول لي شو نتيجه بالصبر؟ الصبر انت شفتي القرار اللي طلع من الاستيوارت اوكي، كان توقيف حسين موسمين وكان ما له داعي. هاي اللي صار كله من وجهه نظري ما كان له داعي، لان في قانون صريح ان المدرب هو المسؤول، بس هو كان يحاول انه يلقي اللوم على مساعد المدرب، على المالك، على السياس اوكي، فكان يدور في حلقه مفرغه ما بتوصل لمكان اوكي، مع ان الكل كان واقف وياه عقب سالفه رماني، واقفين وياه ووقفه بصدق من ابراهيم العفو، من محمد سعيد، من السياس، بس مع الاسف هو اختار انه يتهم هذولين كلهم ويقط اللوم عليهم في غلطته. والاثباتات اظن ان عند الستيورد يعني واضحه وثابته. خلاص احنا خذينا القرار واتخذنا القرار وببلشنا القرار خلاص اتخذ من قبلنا احنا، بس ان احنا اللي نتضرر ان احسن راسين في الاسطبل توقفوا، هاي اللي صار يعني، والمتضرر الاول والاخير المالك. دار في حلقة مفرغة ورجع إلى نقطة الصفر. حاولت أتكلم مع حسين واتصلت له مرة ومرتين، لكن واضح أنه ما يبغى يتكلم عن أي تفاصيل. أنا بديتيز، أنت تقول لي كلام في العموم. هذا شوف محمد. بس محمد بعد قال لا، وإحنا كنا نبغي تفاصيل مو من باب فضول ولا تطفل، بس عشان الكل يستفيد، وإخفاء التفاصيل واللي صار ومراحل اتخاذ القرار ما أظن بتفيد. بناء على كل القرارات الموجوده. سؤالي يا حي. اي سؤالي. فاللي وقفنا عنده مع محمد قاسم، زين انه كان يقول ان احنا لما نخلص التحقيق احنا اكيد نبي نعلن ونقول شنو كل الاجراءات اللي صارت وشنو التحقيق اللي قام وكان يعني شنو المجرى اللي خذه هاي الموضوع. اي نعم. فاحنا وقفنا عند ذي النقطه. لا يمكن انتم ما شيكتوا مع النادي هني. كل القرارات وكل الاجراءات اللي سويناها وببلشت وخذينا القرار، دام وصل القرار او العقوبه وصلت حق المدرب، معناته احنا استوفينا كل اجراءاتنا، استوفينا كل المعطيات مالنا، وبناء على هذه خذينا القرار واعطينا المدرب. التحاليل مالت الشعر طلعت ولا للحين؟ كل شيء طلع وكل الامور خذيناها بناء على هذه الاشياء يعني. وصراحه ما كنا محتاجين حق الشعر هالكثر ما احنا محتاجين الغرب. اذا لا ما يصير، اذا انتم ما كنتم محتاجين حق تحاليل الشعر فانتم ما تاخذونها. لا 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 هذه بقول لك بما ان انتم خفتوا لا لا بس ما هذه زياده على لا لا هذه بناء على اشياء احنا نبيها احنا نبيها. عموما الكلام كان طويل وفي جزء منه يوسف ما حب ان نعرضه للجميع. لا تصور. لا دونت. لا تصور هي اوف لاين انا قايل بس لا يعني. واحنا في اهل الخيل نحرص ان الكل يكون عارف باللي يدور، ومثل ما بدينا لازم ننهي معاكم كل الفصول، فالنهايات ليست الا بدايات، ولكل سباق بدايه اخرى عند اهل الخيل. ما من البرنامج من عندك انت؟ ما قلت هديه منك. منك انت ولا مني انا؟ اي خلاص بس توفقت. نهجم عليك. هجوم انتم كلها تهجمون. قياده قياده هدى الخالدي. قولي لا بس هذا انا ملاحظ غير يعني. شفت ملاحظ غير. يوسف الباعلين غير؟ غير غير ملاحظه ديفرنت صراحه. احب يقولون تشجع يوسف الباعلين. خلاص. الأسبوع الجاي نهاية.